بالمناسبة، بخلاف أبراج ماسبيرو، شركة كونكورد بتنفذ مشروعات إنشائية أسندتها ليها الدولة في العالمين والمنصورة الجديدة والأنفاق بسينة والمترو، وتحديداً محطة عدلي منصور العملاقة، يعني سابقة أعمال مهولة بجد. طب باشمهندس، التحديات اللي واجهتنا وإحنا بنشتغل في قلب وسط القاهرة، طبعا ايه التحديات؟ اولا تحديات في المرور، احنا عندنا ما بنقدرش نعمل اي توريدات او اي انواع من النقل غير في من الساعة 12 بالليل للساعة 6 الصبح، يعني هم دول 6 ساعات المسموح فيهم بالعمل في الطرق يعني برا، عشان الكثافة المرورية. احنا بنتكلم في شهر 26 يوليو، بنتكلم في مناطق شديدة الازدحام. طبعا اكيد طبعا، ده بيبقى شوية يعني بيعمل عبء شوية على الشركات اللي بتنفذ في التنسيق في الموضوع ده. يعني احنا هنا بنشتغل 24 ساعة، يعني 7 ايام في الاسبوع، ومضطر اعمل كده لان انا عندي يعني فترة الليل بتبقى هي فترة التوريدات والتجهيزات لباقي الاعمال. ده التحدي الاول. التحدي الثاني ان احنا في وسط البلد، عندنا في المباني المحيطة، عندنا في ان احنا بنشتغل في مناسيب عالية جدا للمياه الجوفية، للقرب من النيل. ده من اخطر الحاجات. بنواجه ازاي المياه الجوفية دي؟ بنحل ازاي التربة؟ بنعزل المياه دي ازاي؟ احكي لنا يا باشمهندس الناس تفهم الشغل اللي بيتم تحت الارض ومحدش شايفه. بيبقى في نوع من الحوائط الخرسانية بتتعمل، اللي هي الدافرام او اللي هو الحوائط العازلة، ده اللي معمول هنا على عمق 35 متر. بعد كده انا ببدأ اعمل الخوازيق اللي انا هقس عليها، اللي هي برضو على نفس العمق. بنعزل بقى المياه ازاي؟ احنا بعد كده بنشفطها مثلا بمضخات؟ احنا قبل ما بنشفطها احنا هنا بنشتغل بنظام اللي هي السدادة الافقية. السدادة الافقية ده بيبقى نوع من الجل بيتخلط مع الاسمنت وبيتحقن بيه، يعني على عمق برضو 35 متر بيتحقن بيه التربة دي. بتعمل دي بتقلل النفاذية بتاع التربة، يعني بتقلل نفاذية المية انها تطلع لي بكميات كبيره. وبعد ما بتخلص دي وبنختبرها، بنبدا نعمل النزح الجوفي للميه المتسربه من السداده الافقيه.